أبشادي أبشادي الدبابي هرمت يا أبشادي. طب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبدو أن قوات الجيش الحر باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الكاملة على مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب بعد محاولات عدة للاستيلاء عليه وفترة طويلة من الحصار وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. الله أكبر. المقاتلون احتلوا مساحات واسعة في المطار واستطاعوا اجتياز أسواره وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات. أصبحنا داخل الأسوار، أخذنا مواقع كانت مركز بها جيش الأسد، سيطرنا على رشاشين 23 على محارس، وسيطرنا على الخنادق التي كان يتمركز بها، وبدأنا بتحرير المباني. الله أكبر. هيئات الثورة تحدثت أيضا عن اشتباكات في محيط مطارات كويرس ومنج والنيرب في ريف محافظة حلب التي يحاصرها مقاتلو الجيش الحر منذ فترة. الله أكبر. وفي مدينة حلب قتل 9 أشخاص جراء عمليات قصف وقنص في مناطق عدة من المدينة التي تشهد معارك يومية منذ نحو 6 أشهر. كما عثر على 12 جثة في مقبرة الشهداء. قالت الهيئة العامة للثورة إنها لأشخاص أعدموا ميدانيا على أيدي قوات الأمن وجيش النظام. في المعظمية بريف دمشق لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة بعبوة ناسفة زرعتها قوات الأمن وفق ما نقلته الهيئة. من جانب آخر، أدى سقوط قذيفة هاون على مدينة جرمانة إلى مصرع شخصين، بينما استمرت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق عدة محيطة بدمشق، لا سيما دوما التي تسعى القوات النظامية منذ فترة إلى استكمال السيطرة عليها. آثار الدمار الهائل. رياض عاشور، العربية.